مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج بوب اب نيوز، موعدكم اليومي مع الفن والثقافة والأخبار الغريبة أحيانا. اليوم غادي يقولنا صامد، أقدم قطعة جبن في العالم إمتى تكتشفت؟ تكتشفت أقدم قطعة جبن واللي عمرها 3600 سنة، هذه 20 سنة، ولكن ما تم التأكيد بأنها قطعة جبن إلا من بعد عقدين من الأبحاث. وطبعا العالمة اللي كانت مكلفة وهي فو تشياومي قالت بأنه جبن غالبا ما كيكون طري، كيكون كيعطينا بعض المؤشرات على أنه جبن، ولكن هذه تقريبا كانت قطعة من الغبار وما قدروا أنهم يعرفوا بأنها قطعة جبن إلا من بعد 20 عام والعمر ديالها 3600 عام. نشوفوا أخبار واحدة أخرى في سابين. يحتضن المغرب دورة تاسعة من فعاليات أسبوع المطبخ الإيطالي في العالم بين 17 و20 نوفمبر 2024 تحت شعار النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ومطبخ الجذور، صحة وتقاليد. بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الثقافات، تدشن فرقة محترف الفدان المسرح برنامجها للتوطين المسرحي لموسم 2024 بالمركز الثقافي الفنيدق بالعرض الأول لمسرحية طالب راغب يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 ابتداء من الساعة 7 مساء. المسرحية من إخراج الفنان عادل أبا تراب وكتابة واقتباس إيمان رغي وتشخيص ثلة من الفنانين المتميزين. يشارك المغرب في نسخة ثانية من المؤتمر الدولي لجمهور المسرح من خلال جمعية إيسير للمسرح والتنشيط الثقافي، وتم اختيار 50 مرشحا من جميع أنحاء العالم للمشاركة في هذا الحدث الذي سيجمع مختصين في إدارة الثقافة والمبدعين والفنانين والممثلين عن الإدارات العامة والباحثين في الأمور المسرحية، وسينعقد المؤتمر في برشلونة من 18 إلى 20 نوفمبر 2024. من بعد زابينغ دائما روبورتاج، وروبورتاج اليوم اللي كنقترحوا عليكم هو حياتك موسيقى مع الفنان محمد مديح. محمد مديح اللي كنا تناقشنا معاه بزاف ديال المواضيع خلال برنامج بوبوب شو، اليوم غادي يجاوب على الاسئله ديالنا باش نعرفوا شنو هما التاثيرات الموسيقيه اللي كانوا عنده في مراحل مختلفه من حياته. كنذكر بانه الفائز النسخه الاخيره الستار لايت. شوفوا الروبورتاج. معكم محمد مديح في حياتك موسيقى على بوب اب. We are the world, we are the children. كازا كازا يا تقرا إيه للا يا تقرا بلادي السودان يا تقرا إيه للا يا تقرا كازا كازا يا تقرا إيه للا يا تقرا فرحوا بينا ويا تقرا إيه للا يا تقرا بلادي السودان يا تقرا إيه للا يا تقرا. نسيتوا العشرة، نسيتوا باللي لامور 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 غالي. بعتوا العشرة خنجوا نكون الأغنية ديال حاتم عمار بلا عنوان. وانا اللي قلت حبيبي عمره ما يزاني وما يزاني وما يزاني ودار في اكثر من اللي دار وفي عدياني ومتي حياني وامي حياني. الأغنية اللي نبغي نهدي الجمهور اللي كيتابعني وكيشجعني وكيبغيني هي ديال لوف ديال نات كينغ. It's for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Is all that I can give to you. محمد مديح اللي اصدر اغنيه بعنوان نسيتو العشره واللي الكل الان كيتسنى الجديده ديالو. شكرا لك ابتسام، كنتمنى انكم تكونوا قضيتوا وقيته زوينه معنا. يمكنكم تعاودوا تشوفوا الحلقات السابقه ديال بوب اب نيوز وبوب اب شو عبر موقع قناه ثانيه دوزيم بوينت ما ولا على الابلكيشن ماي دوزيم. السلام عليكم.